بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي طلاب الصف الثاني الإعدادي مدارس الشريف الخاصة، هنبدأ النهاردة في الدرس الثالث ليسون تغوا بعنوان سانتي أوبيتال، وهنبدأ زي ما تعودنا كل مرة نقرأ الكلمات بتاعة الدرس مع بعض. إن سانتي، إن سانتي، أن أوبيتال، أن أوبيتال، أن ميديسان، أن ميديسان، إن أنفيرميير، إن أنفيرميير، أن ميديكامو، أن ميديكامو، إن بيكور، إن بيكور، des ciseaux, des ciseaux, une seringue, un malade, une ordonnance, un malade, une ordonnance, visiter, avoir mal, visiter, avoir mal, être blessé, être blessé, faire une piqûre, être blessé, faire une piqûre. ونيجي برضو على الكلمات بتاعت كتاب المدرسة. un malade, une infirmière, une infirmière, un hôpital, une seringue, un thermomètre, une ordonnance, un médicament, faire une piqûre, l'alcool, l'alcool, un pansement, des ciseaux, des ciseaux, un bras, le nez, le front, la jambe, avoir mal, être blessé, être malade, كده نكون قرينا الكلمات بتاعة الدرس. إن شاء الله في المرة الجاية نكمل شرح الجرامير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.